عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من ذكر الحكيم، ثم الوقوف لدقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف. كما سلط المؤتمر الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا. النهاردة الناس كلها جاية في يوم الوفاء توفي للقيادة السياسية وتقول لها إحنا معاك، كمل يا ريس واحنا معاك، احنا كلنا واقفين عشان خاطر بلدنا. واظن كل الكلام اللي كنا بنتكلم عليه في الفتره اللي فاتت الناس شافت والعالم كله شاف دلوقتي ان هو حقيقه. الواقع اللي قدامنا دلوقتي اكتر من الكلام، واقع سياسيا ودوليا، وهنقول كمان هنا في بلدنا هنا، ولو اتكلم على محافظه بني سويف، انجازات القياده السياسيه وخطتها اللي وعدت بيها موجوده. النهارده احنا نظمنا مؤتمر لدعم السيد الرئيس في الفترة الرئاسية القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني نتمنى لسيادته التوفيق استكمالا لمسيرة الإنجازات اللي تمت خلال الفترة الماضية. أنا جاي النهاردة لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاي هنا الفجن. أنا أصلا من مركز بني سويف، من قرية نعيم، جاي هنا للفجن عشان أدعم وأيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنقول له إحنا معاك يا ريس، وإحنا في ظهرك في أي حاجة.